بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب. اليوم نكمل يونت 6 موضوع الباسيف فويس. يونت 6 موضوع الباسيف فورمز اللي بدينا به بالمحاضرة السابقة وشرحنا زمنيا، اللي هو موضوع المبني للمجهول. وقلنا احنا كخطوات حل، خطوات الحل نستذكرها شوية على السريع بهاي المحاضرة. خطوات الحل: اولا يحذف الفاعل، اثنين يوضع المفعول به في بداية الحل، صح؟ هاي تذكرناهن الخطوات اللي استخدمناهن بالحل كخطوات. حذفنا الفاعل، المفعول به راح يحل مكانه، نجيبه في بداية الحل ونتذكر نكتبه بالحرف الكبير. نضع بعد المفعول به فعل مساعد يناسب زمن الجملة ويناسب المفعول به كونه مفرد أو جمع. قلنا الفعل المساعد اللي راح يختار الطالب من عنده يخليه بعد المفعول به، بعد ما خلى المفعول به في بداية الحل، في بداية الحل يراد بعده فعل مساعد. الفعل المساعد راح يتأثر بزمن الجملة اللي جاي يشتغل بها الطالب، ويتأثر بكون المفعول به اللي خلاه في بداية الحل مفرد أو جمع. أربعة، نحول الفعل الرئيسي إلى تصريف ثالث للفعل. خمسة، تضاف تكملة الجملة. وأخذنا زمنياً، كان أول زمن لبريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط، واللي كانت القاعدة مالته، القاعدة مالته أوبجكت يعني المفعول به، بعدين خلينا وراه إز أو آر. ليش إز أو آر؟ إز إذا كان المفعول به مفرد، وآر إذا كان المفعول به جمع. بعد ما خلينا فعل مساعد من عندنا إز أو آر، خلينا تصريف ثالث للفعل. مين جبناه؟ من الجملة الرئيسية، من الجملة اللي جاي أشتغل بيها بالسؤال، أخذت الفعل مالتها وحولتها إلى تصريف ثالث الفعل. والتصريف الثالث إما إيدي أو إذا الريجولر الفعل نغيره تكملة الجملة. هذا أول زمن اشتغلنا به اللي هو المضارع البسيط، كنا اختارينا له إز أو آر. ثاني زمن اللي هو الباست سيمبل، باست سيمبل الماضي البسيط، الماضي البسيط، الماضي البسيط اللي هو الزمن الثاني اللي شرحناه بالمحاضرة السابقة. وأيضا كانت قاعدة الحل، قاعدة الحل، قاعدة الحل، خلينا أيضا object بالبداية مفعول به، بعدين خلينا له was أو where، بدلنا الأفعال المساعدة من is و are لأن مضارع بسيط إلى was أو where. وأيضا حولنا تصريف ثالث للفعل، الفعل الرئيسي، وأيضا تكملة الجملة خليناها كما هي. هسه نجي نكمل الأزمنة اللي راح نحولها إلى المضارع البسيط. الزمن الثالث هو عندنا present continuous. يعني شنو present continuous؟ يعني المضارع المستمر. يعني شنو المضارع المستمر؟ يعني is أو are أو am أفعال مساعدة زائد الفعل ياخذ ing. إذا لقيت الجملة هالشكل تركيبتها بها أفعال مساعدة إما is أو are أو am والفعل بها ing، فنقول هذا زمن المضارع المستمر. فنستخدم نفس الخطوات السابقة، يعني مع الحذف الفاعل ووضع المفعول به بالبداية، والفعل الرئيسي يتحول تصريف ثالث للفعل، والتكملة تنزل كما هي، قلنا نفسها ما عدا الفعل المساعد هسه اللي شنو راح نستخدمه. ونضع بعد المفعول به المفرد
is being. المرة أخلي اثنين، مو بس فعل مساعد واحد، is وbeing. وbeing حتى يبقى الفعل زمن continuous، حتى من يتحول إلى مبني للمجهول حتى يظل continuous بعد ما أخذ ing راح أخلي ال ing بالbeing. ليش؟ لأن الفعل الرئيسي بالمبني للمجهول لازم أحوله تصريف ثالث للفعل. قلنا كل المبني للمجهول بكل الأزمنة يريد الفعل الرئيسي تصريف ثالث للفعل. زين، إذا صار الفعل الرئيسي تصريف ثالث للفعل، الكونتينيوتي وين صارت الاستمرارية؟ راح تصير بكلمة being اللي أخليها ويا الفعل المساعد is، ونضع بعد المفعول به الجمع are being، ونكمل على نفس الحل، يعني قاعدة الحل. ايش راح اخلي بالبداية؟ object، هذا المفعول به جبته بالبداية، انطي اما is being او are being حسب المفعول به اللي جاي اشتغل به. تصريف ثالث للفعل، ارجع اخذ الفعل الرئيسي اسوي تصريف ثالث للفعل واخلي تكملة الجملة كما هي. هنا راح ناخذ مثلا مثال، اقول the teacher is correcting the papers now. يعني المدرس يصحح الأوراق، أوراق التلاميذ الآن. هذا يا زمن، هذا present continuous. present continuous شلون عرفنا present continuous؟ عرفنا لأن be is وبالفعل ing. هذا مبني للمعلوم أم مبني للمجهول؟ لا، مبني للمعلوم. ليش؟ لأن المفاعل معروف هنا. منو اللي جاي يصحح الأوراق؟ التيتشر. هسه دارد أحولها إلى passive، دارد أحولها إلى passive مبني للمجهول وأخلي الفاعل مجهول. قلنا أول خطوة نسويها نحذف الفاعل، أجي أدور على الفعل المفعول به. وين أبدي أدور على المفعول به؟ بعد الفعل الرئيسي للجملة. هنا الفعل الرئيسي بالأزمنة المستمرة دائماً أبو الآي إن جي، سواء بالpresent continuous بالpast continuous الفعل الرئيسي ما أخذ آي إن جي. أجي أباوع وين المفعول به، هل هو كلمة واحدة كلمتين؟ لقيت the papers الأوراق هي الأوبجكت، كلمة واحدة معرفة، راح أجيبها في بداية الحل، وما أنسى أكتبها بالكابيتال لتر the papers. انتهى، حذفت فاعل، سحبت المفعول به في البداية. هسه لازم أشيكه، شيكت لقيته جمع، وبعد والزمن اللي جاي أشتغل به هو مضارع مستمر. مضارع مستمر عرفت من الـ is والـ ing. لازم هسه شتذكر أنطي is being حسب الملاحظة. نضع بعد المفعول به المفرد is being، والعفو are being. are being لأن الـ papers جاء are being. هس الحد هنا أكتفي are being هي مساعد وهي رئيسي وكافي؟ لا، يراد هسه فعل رئيسي بيا صيغة، صيغة الباست بارتيسيبل تصريف ثالث للفعل. مين أجيبه؟ أجيبه من الجملة الرئيسية. وين الفعل الرئيسي مالتها؟ أبو الـ ing. أبو الـ ing شلون؟ لازم أحوله تصريف ثالث للفعل، يعني أشيل الـ i الـ ing الـ b، أنتبه له إذا قياسي أضيف له إي دي، إذا شاذ أقل ببل صيغة صحيحة. correct يصحح من الأفعال القياسية، راح أشيل الـ ing أضيف له إي دي، تحول إلى تصريف ثالث للفعل وتكملة الجملة now. وأقدر أذكر هنا by the teacher، بس مو رئيسية، هاي مو ضرورية. يقول أحيانا يمكن ذكر الفاعل في نهاية الجملة مسبوق بحرف الجر ذا، إذا اسم يبقى نفسه، وإذا ضمير نحول إلى ضمير مفعول به. كانت الجملة المدرس يصحح الأوراق، الآن صارت الأوراق تصحح. الآن تصحح هسه في هذه اللحظة بواسطة أو من قبل التيتشر. فهنا حولت الجملة من مبني للمعلوم، معلوم فاعلها، إلى مبني للمجهول حسب الخطوات اللي هسه استذكرناها. يحذف الفاعل، حذفت الفاعل، المفعول به جبته بالبداية، أنتبه لمفرد لو جمع، وأنتبه إلى زمن الجملة، وأتذكر الملاحظة المكتوبة على هذا الزمن اللي جاي أشتغل به. بعد المفعول به المفرد نخلي is being، وبعد المفعول به الجمع نخلي are being. أخذ مثال ثاني، مثال ثاني، أقول
يمكن ظروف الزمن now at the moment at the present time. هذا إني كلها نشيرا لل present continuous، هم تفيد الطالب تحسسه أو تعرفه بالزمن، كلش أوضح يعني من ال ing والفعل المساعد at the moment at the present time now. هذا إني كلها نشيرا إلى الاستمرارية بالوقت الحاضر. They are painting their old house at the moment. هم يصبغون بيتهم القديم في هذه اللحظة. مبني للمعلوم كلش واضحة، بها فاعل، هذا الفاعل جاي على شكل ضمير، وهذا الفعل كلش مبين مضارع مستمر present continuous، وهنا الأوبجكت إذا أرد أدور عليه بعد الفعل الرئيسي لقيته ثلاث كلمات، their تملك old صفة وهاوس، وهذا كله اعتبرته أوبجكت، وهذا مو من تكملة الجملة. إذا أرد حوله passive تصريف العفو مبني للمجهول، راح أحذف الفاعل، ما أريده، أريد المفعول به في مكانه، أسحبه كله في بداية الحل، وأنتبه أكتبه بالكابيتال لتر، الحرف الأول البي فقط أيضا. هسه لازم أنطي مساعد من عندي، وقلنا بالبريزنت كونتينوس أعطي شغلتين، كينونة وياها الفيرب تو بي مضاف لإيه آي إن جي، يعني يحفظ الطالب للبريزنت كونتينوس يحضر إز بينج وآر بينج حسب المفعول به. ذير أولد هاوس، بيتهم القديم، ما لكم علاقة بالتملك جمع أو مفرد، هو على الاسم هنا ذير أولد هاوس، بيتهم القديم، يعني هو بيت واحد، إذن هذا مفرد، هذا تملك، يعني بيتهم القديم، هم كلهم جمع لكن البيت واحد مفرد. إذا شنطي والمضارع مستمر هو الزمن، أنطي is being، انتهيت هسه من المساعد. هسه يراد لي تصريف ثالث للفعل، مين أجيبه؟ من الفعل الرئيسي، ما الجملة ما السؤال، هو B-I-N-G، أنا ما أريد B-I-N-G، أريده past participle. paint يصبغ أو يلون من الأفعال أيضا القياسية اللي تتحول past participle بإضافة الـ ed. at the moment، at the moment تكملة الجملة تنزل كما هي بدون تغيير. أقدر أذكر الفاعل إذا أرد أكمل، أقول by them. نعم، قلنا الفاعل إذا يجي على شكل اسم، هسه the teacher noun اسم ذكر نفسه، إذا يجي على شكل ضمير أقدر أذكره بالنهاية بعد حرف الجر باي، بس مو بشكل الفاعل، مو بهالشكل هذا الضمير، لازم أقلبه ضمير مفعول به حتى أقدر أخليه. وقلنا هاي الخطوة مو ضرورية ولا مطلوبة نهائيا من الطالب، يعني هم يصبغون بيتهم القديم في هذه اللحظة، بيتهم القديم يصبغ، يصبغ في هذه اللحظة. هذا يا زمن، هذا زمن the present continuous، نحضر لبيدنا is being و are being، تعتمد عليا من ال is being وال are being على المفعول به اللي نجيبه في بداية الحل. أروح على زمن آخر اللي هو يشبه كلش هذا الزمن، اللي هو past continuous، زمن الماضي المستمر، وهذا مر علينا باليونت الأول لما أخذنا أدوات الربط الآز والوايل والوين والآن، لما ربطنا past continuous past simple، ومر علينا ونقصد به الواز أفعال مساعدة وير، ووياهم فعل ياخذ ing، هذا معنى الماضي المستمر. هنا شلون راح نحوله إلى passive voice؟ نقول نتبع أو نستخدم نفس الخطوات السابقة ونضع بعد المفعول به المفرد شنو نخلي؟ was being. هو هم مستمر بس ماضي مستمر وليس مضارع مستمر. هنا بالمضارع المستمر خلينا ورا المفرد is being، هنا بدلناها سويناها was being. ونضع بعد المفعول به الجمع شو نخلي؟ were being. هاي نفسها ما تغيرت، مجرد انه من المضارع كانت is صارت بالماضي المستمر was، من المضارع كانت are صارت were. اخذ مثال واشوف، اقول They were
doing their homework at the present time. هم ينجزون واجبهم البيتي في هذا الوقت الحالي. في الوقت الحالي شنو جاي يسوون؟ جاي يقومون بإنجاز واجبهم البيتي أو أداء واجبهم البيتي. الجملة كلش مبينة ماضي مستمر. مين عرفتها past continuous ماضي مستمر؟ لأن بيها فعل المساعد where وبيها doing اللي هو الفعل الرئيسي ما أخذ ING. وهنا عندي تكملة الجملة ربما at the present time هي فد time phrase يشير إلى الاستمرارية في الوقت يعني كان مستمر بالوقت الماضي. فهاي الجملة كلش مبنية للمجهول بزمن الماضي المستمر. أجي أنا أرد أحولها passive أرد أسويها مبني للمجهول. أول ما أحذف الفاعل ما أريد، جاي على شكل اسم، جاي على شكل ضمير ما أريد. أدور على المفعول به، قلنا بعد الفعل الرئيسي أبو الING. لقيت their homework هو الأوبجكت، فراح أخليه في بداية الحل. their homework واجبهم البيتي، their homework. أجي أنتبه their homework عبارة عن مفرد، واجبهم البيتي واجب مفرد، ما جاي جمع، ما لكم علاقة بهذا التملك. يعني واجبهم هو واجب واحد تابع لهم، هم متملكين الجماعة، فهو الاسم احنا نضاوع له جمع أو مفرد. their homework مفرد شنطي، was being. هسه هنا هذا كمساعد خلصت من عنده، تأثر الواز بالمفرد، وواز being أخذتها لأن الزمن ماضي مستمر. هسي الراد لي تصريف ثالث للفعل بعدهم، مين أجيبه من الجملة؟ وين فعلها الرئيسي أبو الآي إن جي؟ لازم أحوله تصريف ثالث للفعل. الفعل دو تصريفه الثالث done. وات the present time أنزلها نفسها. فهم كانوا ينجزون واجبهم البيتي، كانوا يؤدون واجبهم البيتي في الوقت الحاضر. هنا يقول واجبهم البيتي كان ينجز أو يؤدى في الوقت الحاضر. فهنا تعلمنا شلون بالباس كونتينيوس إذا نباوع المفعول به مفرد نخلي was being، وإذا نباوع المفعول به جمع نخلي were being. هسه صح؟ هنا ناخذ بعد مثال بالنسبة للجمع. She was making delicious cupcakes for no, طبعا ما العفو ما يصير هنا at the present time. هذا مو مضارع مستمر، هذا ماضي مستمر، إذا ما يصير هاي الآية the present time، هاي تشير للمضارع المستمر. ما انتبهت، الزمن هو ماضي مستمر، at the present time تجي ويا المضارع المستمر. She was making delicious cupcakes for the birthday party. هذا زمن ماضي مستمر. ليش عرفت شلون past continuous ماضي مستمر؟ بسرعة انتبهت له، لأن be was مساعد، making ماخذ ing وتكملة الجملة، وهذا ماضي مستمر. إذا أريد أحولها هاي الجملة إلى passive voice، وهنا هي active مبني للمعلوم. ليش؟ لأن عندي فاعل معروف هنا subject موجود. إذا أريد أحولها إلى passive، أول ما أحذف الفاعل، أول خطوة أجي أحذف الفاعل، أدور على المفعول به، قلنا ندور عليه بعد الفعل الرئيسي. هنا وين الرئيسي؟ أبو الآي إن جي. لقيت delicious، شنو معنى delicious؟ لذيذ أو شهي، لذيذ. cupcakes الكيك الصغار، فكب delicious cupcakes صفة وموصوف، هي كلها مفعول به، كلها object، فأسحبها في بداية الحل. وأنتبه أكتب أول حرف بيها capital letter delicious، و cupcakes انتهيت من المفعول به، جبته في بداية الحل. هسه انتبه لي الراد لمساعد من عندي، وأنا أتذكر إنه past continuous شرحوه إن قال was being للمفرد، للمفعول به المفرد، were being للمفعول به الجمع. أنا لقيت جمع الcupcakes اللي جبته في بداية الحل، فراح أنطي were being من عندي، ما راح ألقاهم بالجملة،
وير بينج. هاي انتهيت من عندها الافعال المساعده. هسه يراد لي بعد ما انطيت فعل مساعد يراد لي تصريف ثالث للفعل، مين اجيبه؟ اجيبه من الجمله الرئيسيه او بالاي ان جي احوله الى تصريف ثالث للفعل. ميكينج ارجعها ميك واتذكر الماضي والتصريف الثالث للفعل مالتها ميد، ميد، واكمل جملتي فور ذا بيرثدي بارتي. وهنا صارت الجملة انقلبت من active voice من مبنية للمعلوم معروفة منه اللي جاي تصنع الكيكات، صارت الأكل الكيك المكوب أو الصغار الشهي يصنع أو كان يصنع أو كان يصنع لحفلة عيد الميلاد. ما أعرف منه، أقدر أذكر الفاعل هنا ومسبوقة باي وأحولها إلى ضمير مفعول به باي هير، بس قلنا هاي الخطوة مو ضرورية ومو أساسية بالحل، إحنا المهم نتبع الخطوات الأساسية اللي هي حذف الفاعل مفعول به يجي في بداية الحل مكتوب كابيتال لتر، أنطي مساعد أتذكر هذا يا زمن شنو المساعدات مالته، الماضي المستمر المساعدات مالته was being مفرد were being جمع، أنطي هنا لقيت الهوم ورك مفرد اعطيته was being، لقيت الكب كيكس جمع اعطيته were being. هسه هاي ثاني خطوة. ثالث خطوة وهي الأهم، أريد تصريف ثالث من الفعل، تصريف ثالث للفعل من الفعل اللي موجود بالجملة أو بالآي إن جي، أخذه أتذكر شنو هو قياسي، أنطي إيدي شاف أحوله. اثنيناتهم كانن شاذات، الدو تصريف الثالث دان، الميك تصريف ثالث هميد، وأكمل جملتي وصارت مبني للمجهول. أجي على الزمن الخامس، أعتقد الخامس، نعم خامس زمن اللي هو الفيوتشر، فيوتشر سمبل يعني المستقبل البسيط، والمستقبل البسيط هنا يقصدون بي will زائد infinitive. infinitive يعني الجملة إذا أجت بيها will وراها مصدر أقول عن الجملة future، هاي مستقبل، شلون راح أحولها؟ المستقبل حلوة طريقته ومبسطة وما تتأثر بالمفرد والجمع، يقول نتبع نفس الخطوات السابقة ونضع، انتبهوا، بعد المفعول به الجمع والمفرد. هالمرة بالمستقبل ما لنا علاقة بالمفعول به اللي نخليه في بداية الحل، ما لنا علاقة بجمع أو مفرد لأن الثنين يأخذون شكل واحد. نضع بعد المفعول به الجمع والمفرد will be، will be بعد جمع يأخذ will be، مفرد يأخذ will be، صح؟ هسه نقول ناخذ مثال، نقول جملة كلش مبينة بالفيوتشر، he will sell، شنو معنى sell؟ يبيع، هو سوف يبيع سيارته القديمة غدا. وعندكم هنا time phrases، هذن الadverbs of time، ظروف الزمن اللي تشير للمستقبل، مثل tomorrow، مثل next، هذن كلهن يشيرا إلى المستقبل، بس احنا لازم نركز حتى إذا ما موجودات ذني قدرا ما يجن بالجملة وتبقى الجملة هي future بوجود شنو، لازم أركز على الفعل المساعد الموجود بيها وعلى الفعل الرئيسي، ودائما الول تاخذ وراها الفعل مصدر خالي من أي إضافة. بس أنا هل بالحل أخذ مصدر؟ لا، إحنا نتذكر الباسف فويس كل المبني للمجهول يحب الفعل الرئيسي يكون بصيغة الباس بارتيسيبل. أجي أرد أحوله، قلنا المستقبل شوية طريقته مبسطة، هو والماضي التام ما يتأثر بالجمع والمفرد، لا إلى علاقة بأنه الجملة مستقبلا نخلي وراء المفعول به will be سواء كان مفرد أو جمع. هنا راح أحذف الفاعل، لقيت المفعول به ثلاث كلمات his old car كلها، هذا فراح أخليها في بداية الحل his old car. تهيك بعد ما أباوع لها جمع أو مفرد، ليش ما أباوع لها بينما باقي الأزمنة كنت أباوع؟ لأن المساعد اللي كنت أختاره يتأثر بالمفعول به جمع أو مفرد بديك الأزمنة بالpresent simple, present continuous, past simple, past continuous، بس بالfuture ما يتأثر. هنا رأسا أخلي لها will be، will be.
هسه يراد لتصريف ثالث للفعل past participle من المصدر الذكرة إذا قياسي أضيف لإيدي، إذا شاب أحوله sell يبيع الماضي مالتها، والتصريف الثالث sold وكلمة tomorrow تنزل كما هي سيارته القديمة تباع غدا، تباع غدا. وهنا هسه هنا راح نقول بعد ناخذ مثال على الفيوتشر ونقول جملة كلش مبينة بالفيوتشر. We will send the final report to the manager next week. نحن سوف نرسل التقرير النهائي the final report التقرير النهائي إلى المدير الأسبوع القادم. Next week ربما ظروف زمان تشير للمستقبل تحسس الطالب بالزمن بوضوح، لكن احنا نبقى نركز على الفعل الرئيسي والفعل المساعد الموجود حتى نكتشف زمن الجملة. We will send أجي أرد أحولها passive راح أحذف الفاعل أجيب المفعول به أدور عليه وراء الفعل الرئيسي. خو هنا الفعل الرئيسي ما أتوقع بي إن جي مثل الأزمنة الكونتينيوس، لا هنا أنا بالفيوتشر راح أشوفه مصدر، وهنا راح نقول the final report. هنا the final report التقرير النهائي مفعول به كله سحبته في بداية الحل وكتبته بالكابيتال لتر أول حرف بي. بعد ما أباوع لجمع أو مفرد رأسا أنطي will be. will be هسه يراد لي تصريف ثالث للفعل من المصدر الموجود عندي بالجملة الرئيسية. send من الأفعال الريجولر اللي تتحول الدي مالتها إلى تي، وأكمل to the manager next week وكلها أنزل تكملة الجملة. هنا نحن سوف نرسل التقرير النهائي للمدير الأسبوع القادم، نحن موجود الفاعل. هنا ايش صارت؟ صارت الأولوية للمفعول به، التقرير النهائي سوف يرسل، سوف يرسل، صارت بالمبني للمجهول مفعول به مساعد تصريف ثالث للفعل وتكملة الجملة. هذا بالنسبة للمستقبل من أسهل الأزمنة بتحويل المبني للمجهول. ليش؟ لأن ما تتأثر كون المفعول به جمع أو مفرد كلها تطول. وهنا على فكرة ملاحظة، يعني نتبع نفس الطريقة بوجود أفعال مثل كان، may، must بدلا من will. يعني يقول هنا إذا عندك will ومصدر نفس الطريقة تخلي will be. إذا ما عندك will هنا مثلا هنا will أبدلها أقول can، he can sell his old car tomorrow. يقول أيضا بالحل من تجيب المفعول به ما تقول will be، شو تقول؟ كان بي. يعني وين المساعد المستخدم عندك؟ كان يصير كان بي. إذا ما مستخدم كان مستخدم may، هنا may sell his old car بمكان الول. أيضا يقول أيضا من تخلي بعد المفعول به ما تقول will be تقول may be. أيضا إذا must مثلا must he must sell his old car، يقول نفس الطريقة تستخدم بمكان الول إذا أكو أفعال مساعدة بالجملة بمكان الول بدل من الول مثل كان نقول كان بي بالحل، ماي نقول ماي بي بالحل هالشكل. فيقول نفس القاعدة تستخدم وياهم. نجي على الزمن قبل الأخير اللي هو present perfect simple. present perfect simple اللي هو المضارع التام البسيط اللي شرحناه بيونت 5 بالتفصيل، وكان وياه present perfect continuous المضارع المستمر التام المستمر، بس بالمبني للمجهول ما شارح المضارع التام المستمر، شارح فقط المضارع التام البسيط اللي خلي نتذكر قاعدته. يقول قاعدته لما تكون الأفعال المساعدة has أو have زائد تصريف ثالث للفعل، هاي معنى المضارع التام البسيط. هسه شلون أحول جملة بيها هاز وهاف وبيها تصريف ثالث للفعل إلى مبني للمجهول؟ يقول نتبع نفس الخطوات
السابقة في الحل ونضع بعد المفعول به المفرد has been ونضع بعد المفعول به الجمع have been. هسه انتهت. يقول إذا جملتك تامة بالمضارع التام البسيط عندك have و has زائد تصريف ثالث الفعل، أنت من تجيب المفعول به في بداية الحل انطي has been من عندك، إذا جبت مفعول به جمع في بداية الحل انطي have been. have been هذني الهاز بن وهاف بن بعد ما لهن علاقة بالفاعل اللي حذفته، لهم علاقة بيمن بالمفعول به اللي انت جبته في بداية الحل، وايضا وياك وراهم نفس الخطوات السابقة، راح نحول تصريف ثالث للفعل ونسوي الخطوات نفسهن السابقة. خلنا ناخذ مثال، نقول يقول the engineers have discussed the new plan for 3 hours. المهندسون يناقشون أو ناقشوا الخطة الجديدة لمدة 3 ساعات. هاي جملة بزمن المضارع التام البسيط. شلون عرفتها؟ عرفتها لأن عندها مساعد have وعندها discussed تصريف ثالث للفعل. وهاي الأزمنة الهاي والوراها ال present perfect simple المضارع التام البسيط والماضي التام اللي هو آخر واحد راح يصير سهل على الطالب تحويله للمبني للمجهول. ليش؟ لأن عنده تصريف ثالث للفعل موجود بالجملة الأصلية اللي بالسؤال، لأن هو المضارع التام البسيط بأصله ياخذ الجملة مالته الفعل الرئيسي تصريف ثالث فعل، فبعد الطالب ما يضطر يحول تصريف ثالث للفعل مثل الفيوتشر كان مصدر لازم أحوله تصريف ثالث للفعل، كان مصدر لازم أحوله تصريف ثالث للفعل، هنا بي آي إن جي لازم أحوله تصريف ثالث للفعل، بينما هنا هو أساسا تصريف ثالث الفعل فراح أبقي. هسه the engineers المهندسين هو السبجكت، السبجكت راح أحذفه. وين أدور بعد الفعل الرئيسي على الأوبجكت اللي هو the new plan الخطة الجديدة اللي هو المفعول به أجيبه في بداية الحل the new plan الخطة الجديدة. اجيت أباوع لها مفرد، شفتها الخطة الجديدة مفرد، والزمن اللي عندي مضارع تام بسيط، مضارع تام بسيط، فأتذكر شنو أنطي بالمضارع التام بسيط لمفعول به مفرد؟ أنطي has been. has been مساعد، هذا بعد ما لي علاقة مساعد، انطيت اثنين ينطون حتى يبقى تام ينطون بن، ويقول هاز تتأثر بالمفعول به المفرد. هسه أريد تصريف ثالث للفعل وهو بالأصل ما أخذ تصريف ثالث للفعل، إذا أنزل نفسه discussed و for 3 hours تكملة الجملة، تكملة الجملة نفسها تنزل بدون تغيير. المفعول به انطيت has been حسب هاي الملاحظة، يقول نضع بعد المفعول به المفرد has been ونضع بعد المفعول به الجمع have been، وكمل على خطواتي اللي شرحتهن بالسابق انه نقلب الفعل الرئيسي الى تصريف ثالث الفعل ونضيف تكملة الجملة. ناخذ بعد مثال، نقول هسه نقول ناخذ مثال، نقول the government government has built a bank and a library in our city. يقول الحكومة بنت built الماضي والتصريف الثالث مال الفعل build بمعنى يبني government الحكومة. شنو بنت؟ A bank مصرف و a library ومكتبة في مدينتنا. الحكومة بنت مصرف ومكتبة في
مدينتنا. هسه أرد أحولها إلى passive voice، هنا هي active، هنا مبنية للمعلوم. ليش؟ لأن الgovernment الفاعل موجود، هذا السبجكت هو اللي بنى. فهسه أنا ما أريد بالحل، أريد أدور على المفعول به. وين أدور عليه؟ بعد الفعل الرئيسي. هتشي أزمنة، هذا مضارع تام. شون عرفت مضارع تام؟ بسيط، عرفت من وجود has مساعد وتصريف ثالث built. إذا من يجي مساعد has أو هاب زائد تصريف ثالث الفعل رأساً، أعرفه هذا مضارع تام بسيط. أجي أرد حوله يقول يسحب الطالب المفعول به كله في بداية الجملة، وهذا المفعول به هنا جاي عبارة عن a bank، مصرف، and a library، مصرف ومكتبة. شفتهم جمع، هنا شفتهم جمع، والزمن اللي جاي أشتغل به مضارع تام بسيط. وأتذكر الملاحظات والشرح يقول نضع بعد المفعول به المفرد has been، بعد المفعول به المفرد، ونضع بعد المفعول به الجمع have been. هذا جمع اثنين مو واحد، إذا شنطي من عندي مساعد have been اثنيناتهن، بس ما أكتفي بيهن. إذا مساعدة يراد هسه تصريف ثالث للفعل، هو بالأصل أكو تصريف ثالث للفعل هنا بهالشي أزمنة، هو بالأصل هنا ماخذ past participle، فأنزل نفسه built وأكمل in our city بالتكملة مع الجملة، ما يصير بها أي تغيير. فيقول هنا الحكومة بنت أو تبني مصرف ومكتبة في مدينتنا، مصرف ومكتبة يبنى أو تبنى في مدينتنا، أو بنيت أو شيدت في مدينتنا. هذا يا زمن، هذا زمن المضارع التام البسيط. آخر زمن اللي هو الباست بيرفكت، وهمينا من الأزمنة البسيطة ذني مثل الفيوتشر، ذن هذا الزمن ما يتأثر بالمفرد والجمع، مو مثل باقي الأزمنة. الماضي التام، شلون أعرفه ماضي تام؟ أعرفه من هاد زائد تصريف ثالث للفعل. إذا لقيت الجملة بها هاد زائد تصريف ثالث الفعل، أقول هذا ماضي تام. شلون أحوله؟ يقول نتبع نفس الخطوات السابقة ونضع، انتبهوا، بعد المفعول به الجمع والمفرد هاد بن. هاد بن هنا نضع هاد بن كمساعد من عندي، مدام لقيت الجملة بها هاد زائد تصريف ثالث الفعل، إذن من حولتها مبني للمجهول أنطي هاد بن، وبعدين أرجع أحول تصريف ثالث الفعل، وحتى التصريف الثالث الفعل راح ألقاه بالجملة الرئيسية موجود، لأن الباست بيرفكت من أصله من المبني للمعلوم يأخذ الفعل الرئيسي بصيغة التصريف الثالث للفعل. هنا راح أخذ مثال، أقول the children يقول the children had drawn beautiful pictures about Iraq، الأطفال رسموا صور جميلة عن العراق. الجملة كلش مبينة مبنية للمعلوم، ليش؟ لأن منو اللي رسم؟ رسموه الأطفال، هذا السبجكت، وإذا السبجكت موجود إذا هاي مبني للمعلوم، مبني للمعلوم. إذا السبجكت had drawn بمعنى يرسم، موجود هذا الفعل الرئيسي، وكلش حسيت بي شنو هو ماضي تام. شلون عرفت past perfect ماضي تام؟ لأن هاد مساعد وتصريف ثالث للفعل drawn. beautiful pictures المفعول به هنا جاي على شكل كلمتين، هذا الأوبجكت كله noun وadjective، يعني اسم وصفة، موصوف، يعني صفة وموصوف، اسم وصفة، وabout Iraq تكملة الجملة. إذا أرد أحولها إلى مبني للمجهول، أجيب المفعول به في بداية الجملة وأقول beautiful pictures، بعد ما أباوع لها جمع أو مفرد، هو مثل الفيوتشر، ما يتأثر المساعد اللي يختار الطالب بالمفعول به كونه مفرد أو جمع، ما يتأثر ذاك كله بالفيوتشر. إذا تتذكرون كله خلينا وراء ولبي، ما باوعنا للمفعول به، بينما باقي الأزمنة لا، قلنا نباوع للمفعول به مفرد أو جمع حتى ننطيها مثلا is was where
have been, has been, was being, are being هالشكل. هنا رأساً أخلي had been من عندي. ليش had been؟ لأن ماضي تام. شون عرفت ماضي تام؟ لأن باوعت للجملة جاي مساعد had وتصريف ثالث للفعل، بسرعة عرفت الجملة ماضي تام، فبالمن حولتها إلى passive voice إلى مبني للمجهول، عرفت أخلي had been. هسه شي يرادلها؟ يرادلها تصريف ثالث للفعل، هو بالأصل مستخدم تصريف ثالث للفعل، فأخلي دران وأكمل الجملة مالتي بالتكملة ما أغيرها about Iraq، فصارت الجملة مبنية للمجهول. صور جميلة.